يطالب البعض كما نسمع في الصحف بتأخير صلاة العشاء لأجل أن الوقت بين المغرب والعشاء وقت قصير جدا لا يسع الناس الاستفادة منه، فهل هذه الحجة مقبولة؟ لا، ليست مقبولة. المسلمون يصلون إذا دخل وقت العشاء لأن هذا أرفق بهم، يصلون إذا دخل وقت العشاء لأن هذا أرفق بهم، ولا يؤجل من أجل واحد أو اثنين يرغبون هذا. هذا ربما أنه جرى التأخير في رمضان خاصة من أجل الإفطار ومن أجل هذا في رمضان خاصة، أما في غير رمضان فلا، يصلي الناس على عادتهم في أول الوقت لأن هذا هو الأسهل عليهم وهو الذي اعتادوه.